الشركه نتاعنا جديده، عندنا شوروم كيما شفتوا، ان شوروم دو 300 كاري للاكسبوزيسيون نتاع الكراب، وعندنا اتولي دو ميكانيك دو فيت كيف كيف زاد 300 كاري، وعندنا اتولي دو كاروسري في سيت اخر اللي فيه 700 مترو. لا مارك سكودا اللي بعنا من 2015 للتو في تونس 2500 كاربة، ان شاء الله بالتوسيع الشبكه نتاعنا والنيابات الجديده اللي حلت شهر اكتوبر في غرومباليا واليوم في صفاقس، ان شاء الله باش نزيدوا نوسعوا الخدمات نتاعنا في صفاقس وفي كامل الجمهوريه. بالنسبه للمبيعات عندنا لي برودوي اللي معروفين هما الفابيا والاوكتافيا والكودياك، وتو اليوم قدمنا عرضنا اليوم لاول مره في صفاقس لا نوفيل سكالا اللي ان شاء الله مش تدخل في سوق تونس عام الجاي 2020، وان شاء الله بخلاف سكالا فما دوتر موديل اس يو في اللي مش يدخلوا في سكودا في تونس عام الجاي، ان شاء الله فما لو كاميك ولو كاروك اللي مش يخليونا نكملوا معنا نكبروا لا مارك ونكبروا لا جام دو لا مارك. اليوم بخلاف الشروم هون يحلينا سيرفيس ابري فونت، وان شاء الله مش يتوسع السيرفيس ابري فونت في الاشهر القادمه افيك لوفيرتور d'un site pour la carrosserie et la peinture. Donc voilà, nous sommes bienvenus ici à Sfaqs, nous sommes bienvenus à Skoda, dans le Genoub.